السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البستي رحمه الله: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر خوان. من يفتش أي من يبحث عن حالهم وعن باطنهم وعن طبيعتهم وعن أخلاقهم، يريد أن يمتحن الإخوان ويختبرهم. فإذا فتش أحد عن الأصدقاء وامتحن باطنهم واختبر أخلاقهم يقلهم، أي يكرههم من قلا يقلي، أي أبغضه ما ودعك ربك وما قلا. يقلهم أي يبغض الإخوان، لأنه يعرف بالتفتيش والاختبار أن أخلاقهم ليست حسنة، وأن باطن أمرهم مطوي على شر، فهو يكرههم. فجل إخوان هذا العصر خوان، لأن معظم أصدقاء هذا العصر صاحب خيانة. خوان من خان يخون، بناء مبالغة، فعال، أي من طبيعتهم الخيانة والغدر. ولكن لا ينبغي لك أن تهجر الإخوان من أجل ذلك، بل ينبغي أن تغضي عنهم وأن تعرض عنهم، لأن الوحيد الفريد حياته نكدة، فيحتاج الإنسان أن يعيش مع الإخوان، ولكن ينبغي أن يحترس من شرهم، يحذر من كيدهم. فكل عصر ما يأتي بعده شر منه. فلما قال ذلك الإمام البستي رحمه الله: فكيف بإخوان هذا العصر؟ ولكن لا ينبغي أن نشكو ذلك إلى الناس وأن نقول ذلك بألسنتنا، أن جميع الناس خوانون غدارون، بل ينبغي أن نسكت. من استثار صروف الدهر قام له، من استثار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدهر برهان. من استثار صروف الدهر، صروف الدهر أي تقلبات الزمان وحوادث العصر. من استثار أي من استكشف ومن اختبر حوادث الأيام. قام له،
قام لهذا الرجل الذي يعرف حوادث الأيام ويشاهد تقلبات الزمان، قام له برهان ودليل على حقيقة طبع الدهر، أي على طبيعة الدنيا. يعني يجد أن الدنيا لا تكون وفية لأحد، وأن الأيام تتقلب وتتغير، وأنه لا تدوم لأي رجل حال، كل رجل ينتقل به الحال، تارة يجد الأفراح وتارة يجد الأتراح، وهذا من طبع الدهر. فلا ينبغي للإنسان أن يأمل من الأيام خيرا، بل يتوقع أن الدهر يأتي بكل شر وبكل خير، فينبغي أن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن نرضى بأمر الله عز وجل. والإيمان بالقدر والرضاء بالقدر من أخلاق المؤمنين. أما أنا فلا أقول بمثل ما يقول الشعراء من شكوى صروف الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من يزرع الشر يحصد في نتيجته ندامة. ما تزرع تحصد، فإن زرعت خيرا تحصد خيرا، فمن يفعل الشر يجد في عاقبته ندامة وحسرة. ولحصد الزرع ولحصد الزرع إبان، أي وقت معين. فالزرع لا يؤتي أكله في عشية وضحاها، فلا ينبغي للإنسان أن يطمئن أنه فعل شرا وأنه لا يرى نتيجة ذلك، فإنه تظهر النتيجة لما فعل من الشر والسوء في يوم من الأيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.